السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه الرسالة اليوم موجهة لكل شاب وشابة هو الآن في حيرة من أمره. هو يرى أنه فاشل، يرى أن الظروف المجتمع ضده، وأن عوامل شتى الفقر والبطالة والمحيط الاجتماعي والمجتمع والدولة، كل هذه الأمور ضده، ولذلك هو لم يحقق شيئا ولن يحقق شيئا. في إطار قصة وعبرة، هذه كذلك طريقة لك تعطي شوية تحفيز للشباب. في إطار قصة وعبرة، أنا وعدتكم من اللي فتحت القناة بأنني ندير دروس دعم وتقوية اللغة الفرنسية، كوتشينغ، وشويه ديال تبسيط ديال الدين، لانه الدين شي حاجه مهمه بزاف، والكثير من الشباب ديالنا يجهلون الكثير عن ديننا، وهو اللي ممكن يعيشك مرتاح مع الاسف الشديد. كلما تقربت من الله بطريقه سليمه، كلما حسست براحه وطمانينه. هذا موضوع حدث ممكن نتكلم فيه نهار الجمعه، وكنت كندير قصه وعبره يوم الاحد. مع الاسف هذا الاحد اللي مر الويكاند ما ساعدتنيش الظروف انني نعطيكم قصة وعبرة، فحاولت اليوم نعوضها قبل ان نستأنف دروس تحضير البكالوريا. قلت ندير لكم هذه القصة، ثلاثة القصص، ثلاثة الاشخاص شاءت الظروف ان التقي بهم وان العب دورا في تغيير حياتهم. الاول خلينا نسموه الميكانيكي، والثاني الاستاذ الشاب، والثالث اليتيم وصديقه، باش تعرف بانه هاد كلهم ربما الوضع ديالهم اصعب من الوضع ديال كثير منكم اللي غيسمعوا هاد الفيديو ويتفرجوا فيها. ولكن كاينه حاجه سميتها الثقه في النفس، والثقه في الشخص اللي قدامك اللي لقاتك به الظروف، والثقه في الله اولا واخرا تغير حياتك. فالاول ميكانيكي جاء الى مدينه الدار البيضاء من الجنوب. التقيت بها أنا لمدة، تواصل معي لمدة تقريبا 5 سنوات. هو كان ميكانيكي عادي في كراج عادي. ثم حدث يوم أن أصلح سيارة شخص مهم، مدير أحد أكبر الشركات في المغرب، وسأله لماذا لم يشتغل في شركة مقننة ويكون له راتب وحوافز و تقاعد وإلى ما وتغطية صحية وكذا. فقال له أنا لا أتكلم، أنا أمي لم أدخل مدرسة يوما وكذا، وهذا شيء صعب علي. فقال له بإمكانك أن تتعلم وإن كنت أنا يعني كبير في السن وأب متزوج وكذا. فالشخص آمن بنفسه وأتى والتقى بي وابتدأ معي أنا. وسنة بعد سنة كان كي يدرس عندي اللغة، ثم بعد ما حقق نتيجة يعني لا بأس بها، يعني استطاع يعني في وقت وجيز ديك الطريقة ديالي ساعدته بزاف، وصل مستوى أنه ممكن يبدأ يقرأ الكوميونيكاسيون، فهم قواعد الأساسية ديال الكوميونيكاسيون، وفهم مزيان لا كرامير ديال اللغة الفرنسية، وكيف أنه أصبح يجيد ما يسمى بلا كونجيكيزون، استعمال حقيقي ديال لي طون، ماشي غير الباسي لوح باسي كومبوزي مثلا، لا يلوح لام بارفيم، لا يلوح بليس كوبار، كيعرف وقتاش كيختار هذا وهذا وهذا، فتحسن الأداء ديالو كذا. ثم دخل لاحظوا في المسؤولين ديالو في الشركه بانه ولات عنده هذه، فعطاهم المسؤوليه الاولى والثانيه والثالثه، وفي خلال يعني السنه الخامسه على ما اظن او الرابعه اصبح رئيس 4 اقسام في تلك الشركه، هو رئيسهم الفعلي. فبقى عنده مشكل واحد، وهو الحضور في الاجتماعات. طبعا هذا الاجتماع اللي حضر فيهم مدراء كبار والمدير العام وكذا رؤساء الأقسام، هذه شركة عالمية. فهو كان متخوف جدا من القضية ديال أنه أصبح له شأن، وأصبح بإمكانه أن من ميكانيكي عادي أمي أصبح متعلم، وأصبح بإمكانه أن يجلس مع
مسؤولين كبار. فجاء عندي وقال لي شنو النصيحة اللي غتعطيني أستاذ؟ قلت لي غتمشي غتجلس ما تهضرش ما تسمع، تحط قدامك ورقة وستين وتسمع. هما في المجموعة ديال الاجتماع يكونوا 7 أو 8 الأشخاص، غادي تاخد تسمع شنو الموضوع، وكل واحد تاخد عنده فكرة، ومن هذيك الأفكار ديالهم هما تكون نتايا فكرة واحدة وتدخل بها، وما تسماش نتايا كالأطرش في الزفة كما كيقولوا اخوتنا المصريين، يعني ما دخلتي وخرجتي، ما قلتي، ما هدرتي، ما لاحظك حد، ما انتبه لك حد. ما هو فعلا دخل، كان يوم الثلاثاء هذا الأمر، يوم الأربعاء عنده حصة معايا، فدخل وكانوا معاه واحد المجموعة ديال الشباب، فجا مباشرة كيبوس لي راسي وكيعنقني، فقال لي مالك؟ قال لي ما غنقول لكم شنو وقع، قال لهم النصيحة اللي عطاني هي اللي طبقت. فقلت لهم الفكرة ديالي، وأصبح وكانت فكرة صعبة الحقيقة، فانتبه لي المعلم الكبير ديالهم كما كنقولوا، و ميموريزا سجلوا في دماغه، من موراها مكمل الشهر عطاه ديبلاسمون للخارج لشراء بعض الآليات، ودوز فيها 15 يوم في أوروبا. يعني من إنسان عادي لإنسان أصبح مسؤول، إنسان ولا كيجلس مع الكبار كذا. فهذو هما الناس اللي كيأمنوا ولد الشعب من أفقر مستوى تخيله في دماغه إلى هذا الشيء. وأيام من بعد يعني صار تغير حياته جذريا، وأصبح في حال جيدة، أحييه الآن وأتمنى له كل النجاح، وأنا فخور به وهو فخور بي الحقيقة، ويحبني كثيرا. مروا للشاب الثاني، طبيعة الحال القصص اللي كنقول لكم راها قصص تحفيزية لكم، ماشي قصص تسمعها وتسكت، قصص تحفيزية. بس ما يجيش واحد يقول لي لا أنا ما عنديش، لا أنا فقير، لا أنا في حي شعبي معدوم، لا كذا، هذيك الهضرة ما بغيتش نسمعها. نوض قلب على راسك، وما غاديش يحشمك الله، لأنه ورزقكم في السماء وما توعدون. الرزق ماشي عند تيتي ولا ميمي ولا نو، الرزق عند الله، ولكن الله ملي كيشوف ما جيتيش عنده تيب ليك بشر، وهذوك البشر غيديروا فيك اللي بغاو. سي تو. الشاب الثاني عنده لا ليسونس، كما كنقول حنا كيبريكولي، يخدم هنا سوايعتين في هذه المدرسة الحرة، ويخدم سوايعتين في هذيك. واحد ربي علاش ما علاش ما تدوش امتحان ديال التعليم، انت اخترتي التعليم، دوز امتحان ديال التعليم. قال لي يا ودي استاذ، انا داك الناس غير بالواسطة، وانا ما تعرفني حتى شي واحد، وانا ولد قرية نائية في شمال المغرب، شكون هذا اللي غيديها فيا؟ قلت لي سير، غادي تخسر والو، دوز نجحتي مرحبا، ما نجحتيش في حياتك. قال لي داكور، تقيد دابا ولا تقيد، هذا الشيء ماشي قديم، ماشي غير البارح، قيد بار انترنت. وجاتو لا كونفوكاسيون ومشى في الدار البيضاء. دائما هاد القصه، واخا هو ماشي ولد الدار البيضاء، هو جا من قريه نائيه ويتيم تاع هو، فمشى. ما نقول لك ساعتين من بعد رجع، قلت له باش مال؟ قال لي ما لقيتش المدرسه، لقيت كندور في الطاكسي ما لقيتش. قلت له شوف، الليسي كاع لي شوفور ديال الطاكسي في كازا كيعرفوهم، جيني غير ديريكت، ما تقولش لي شي حاجه تما قبيتها علي. زيرتو، قال لي يا استاذ بانوا لي بزاف، وبان لي الاف ديال البشر، فين غنبان انا وفين غتكون بلاصتي انا؟ المهم خاصمت عليه مزيان، وقلت له توعدني وتكون راجل، وكان راجل نيت فعلا، ان العام المقبل غادي تقدم. فعلا السنه دازت. هذا هو المشكل ديالنا حنايا، ملي كتقول ليه بريباري راسك على عام ولا عامين، كتبان لي طويله بزاف. كاين صعب، هادو ناس سلبيين، ما تكونش سلبي، راه الحياه ستستمر، سواء درتي داكشي اللي قلنا لك دير ولا ما درتيش، غتمشي الحياه، لكن غتكون خاسر في الاخر، غتكون ضيعتي سنين من عمرك اللي هي اللي كتبني فيها مستقبلك وتصوفي فيها راسك كما كنقولوا، انت ضيعتيها في باسكو فشلتي راسك الافونس، حكمتي على راسك بالفشل، باقي ما جربتي والو. سنه من بعد داز السنه بسلام، والله علي شهيد هذه القصص باش تكونوا فاهمين. انا كنحفز فيكم، وبيني وبينكم الله سبحانه وتعالى، ما اطلب منكم شيئا. المهم داز العام بسرعه، وتقيد المره الثانيه، وقلت لي هذه المره اذا ما دوزتيش الامتحان ديالك انا عندي في افتخار غتنجح، اذا ما دوزتيش ما تجيش عندي. فعلا مشى دوز الامتحان ديالو ونجح في الكتاب. اش قالوا له صحاب السلبيين اللي قالوا المره اللي فاتت 5000 واحد متقدمه وانت فين غتبان؟ نجح من جهه عندهم، ماشي يشجعوا. باش نقول لكم، عمرك ما تشاور مع واحد سلبي، عمرك ما تشاور مع واحد فاشل، عمرك ما تشاور مع واحد محسد او حقود. توكل على الله وسير دير داكشي اللي انت باغي دير. قالوا لي السلبيين، اسيدي راه الكتابي كلشي كينجح فيه، وفي
الشفوي غادي يصدروك حيت ما عندك والو، ما عندك لا فلوس لا والو. اللي عندك تفكر هاد الفكرة، سير توكل على الله غادي تنجح، انا متيقن انك غنجح. هل الاخ نجح اجمل من ذاك انه تعين قريب القرية ديالو، جا عندي باش خدا شي كتوبة كان باقي عندي، كيبوس لي راسي وتي عندك فيا وتغدى معايا ودعته ومشى واشتغل، هذه عامين دابا فوي. دونك ماشي مسألة ما عنديش، جلس ولقى راسك الأعذار، وستكون إنسانا فاشلا بامتياز. نوض قلب وما غيحشمكش الله سبحانه وتعالى. ندوزو لثالث قصة تحفيزية وعبرة، رانا ماشي حلايقي. اليتيم وصديقه، هذو جوج أصدقاء جاو عندي تاهما. يجوا عندنا الناس اللي عندهم مشكل مع لا كومونيكاسيون، بيسكو لا كومونيكاسيون دابا كتوقف وجه بزاف من الناس في العمل وتكشي. انا شفت كما كنقولوا حنا اللي جا، شفت شويكه وجينات سليم عاديه، قلت دي في الله شنو المشكل ديالكم. انا ديما كنجلس مع واحد اللي كيبغي يخدم معايا، كنجلس معاه وندير معاه واحد الجلسه ونسولو شنو باغي وهادي وهادي، باش نصيغ ليه واحد البرنامج كيناسب شخصيته وطموحاته ونحميه من نفسه قدر الامكان. فقال لك ودي حنا اللغه وهادي وهادي، مرحبا. بديت معاهم من الصفر، كانوا انكابابل يكونوا جمله مفيده. فلاحظت بانه ذاك الشاب اللي غنعرف من بعد بانه كان كبرياتيب عنده رغبه لاخر له، فدائما ذاك اللي كنحس بيه ما عندوش رغبه كنحاول معاه حتى اخر لحظه. فبديت معاه، ما مع الاسف يعني ما كملش شهر وانسحب، وبقى هذاك اليتيم معايا. هذاك الشاب اليتيم يعني ابهرني وابهر حتى اصدقاء ديالي في الدومين، شافوه وتعجبوا منه بزاف، وبدانه حقق المستحيل، والان الحمد لله نجح. يعني هذاك البريتيم ربته جداتو يعني عاديه، قالت له ما نقدرش نقريك، نضمن لك الاكل والشرب وهادي، ولكن القرايه ما نقريكش. فانسحب من القرايه وداكشي مشى خدم. لكن ديك العام اللي داروا عوض فيه، ولا تجاري ناس في الجامعه ما تهضروش بحالهم، ما يكتبوش بحالهم، وتغيرت حياته. اصبح جيرون في واحد لابوراتوار، ومن بعد الدار ديالو بوحدو. اليوم راه كنحييه، حتى هو ناجح مزيان وبقيت معاه على اتصال وكذا. دونك هادو ثلاثة العبر، وكثيرة هي العبر اللي مازال غتسمعو مني، و جيست باش نفهمكم بأنه لا عذر لإنسان تيقول أنا ما قدرتش وأنا فاشل وأنا، ويرمي الأخطاء ولا الفشل ديالو على الآخرين. السبب هو المجتمع، السبب هي الدولة. قلب على راسك، ربي ما يحشمك، بني راسك بيدك، كافح ولن تخيب لن أبدا. تحية طيبة، خلوا تعليقاتكم، اللي بغاني مرحبا به.